نسمع حديث حذيفه يا اخوان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي. شوف الصفه الاولى ولا يستنون بسنتي. سنتي بعيده جدا عنهم ما لهم علاقه بسنتي ولا بهداي وهدى الرسول ايش القران والسنه وسيقوم فيهم رجال في اولئك الائمه والحكام رجال يقول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يعني الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان أنا أسألكم بالله حكامنا وصلوا لها المرحلة هذه لا والله حرام والله حرام <applause> إذا لو الحاكم وصل إلى هذه المرحلة لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول قلت, قلت يا رسول الله إن أدركني ذاك كيف أصنع الله أكبر عشان نحن نتعلم يا أخوان يعني إذا كنت أنا حي وجاء هذا الوصف اللي تقوله في الحكام ماذا أصنع قال تسمع وتطيع للأمير لا إله إلا الله وهم يقولون اسمعوا وأطيعوا ما هو لهذا لمن كان مثل عمر منين نجيب لك مثل عمر وأنا قلت لهم يومها قلت أن تصيروا مثل رعية عمر حتى الله يجيب لكم حاكم مثل مثل عمر أنتم الآن هل أنتم كالرعية الذين كانوا في زمن عمر لا والله إذن كيف تنشدون حاكما مثل مثل عمر الأصل عندنا في هذا كما تكون يولى عليكم نعم قال تسمعوا وتطيعوا للأمير شوف التفصيل شوف الزيادة قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع رواه مسلم يا أخوان الحديث في الصحيح قلوب الشياطين جثمان إنس وياخذ مالك ويضرب ظهرك ظالم من الدرجة الأولى ومع ذلك اسمع وأطع